السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة أتعلم النحو. أهلا بكم إلى موضوعنا الجديد اليوم، وهو موضوع صرفي نوعا ما، ولكننا سنحتاجه في حتى نكمل دروس النحو المقبلة. يتحدث درسنا اليوم عن الجمع والمفرد والمثنى، وعن إعراب المثنى والجمع في حالاتها المختلفة، وعن كيفية التحويل من المفرد إلى المثنى إلى الجمع بشكل صحيح. أولا، المفرد. المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة، مثل قلم، ممحى، غرفة، منزل، سيارة. طبعا يعرب بعلاماته الأصلية: الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة. ثانيا، المثنى. المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، مثل ولدان، بنتان، سيارتان، منزلان، شجرتان، أو أيضا ممكن أن نقوله بالياء، مثلا منزلين، سيارتين، شجرتين، ولدين، بنتين. إذا يثنى بالألف والنون أو بالياء والنون. طبعا المثنى يلحق به كلا وكلتا، كلاهما وكليهما، كلتاهما وكلتيهما. هذا يعني لا نقول إنه مثنى، بل هو ملحق بالمثنى. الآن ننتقل إلى الجمع. الجمع منه ما هو سالم ومنه ما هو مكسر. ما معنى السالم؟ سالم يعني نتحدث عن المفرد. المفرد عندما نحوله إلى الجمع يسلم من التغيير، أما التكسير فهو الذي لا يسلم من التغيير. نأخذ أمثلة. مثلا لو قلنا كلمة مسلم، لو حولناها إلى الجمع المذكر السالم فتصير مسلمون بالواو والنون، أو مسلمين بالياء والنون. لو حولناها إلى جمع المؤنث السالم، مسلمات، يعني فقط مسلمات بالألف والتاء، لا يوجد صورة أخرى. أما المذكر السالم له صورتان. لاحظ هنا المفرد مسلم لم يتغير منه أي حرف. أما جمع التكسير سنأخذه بعد قليل، يتغير المفرد من صورته. لو قلنا مثلا قلم نحوله إلى أقلام. أقلام، لاحظ كلمة قلم غير أقلام، تغيرت صورته المفرد. الآن الملحق بجمع المذكر السالم والملحق بجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم له ملحق فقط نقول أولات. أما جمع المذكر السالم بما أنه يشترط فيه أن يكون مذكرا وعاقلا، فأي كلمة احتجنا إلى أن نجمعها جمع مذكر سالم ولا يوجد فيها هذان الشرطان، يعني مذكر وعاقل، فإنها تصير ملحقة بجمع المذكر السالم، مثل ألو، سنون، عالمون، بنون، أهلون، عضين، عزين. هذه الكلمات كلها وغيرها ملحقة بجمع المذكر السالم. ماذا يعني ملحقة؟ يعني لا تنطبق عليه الشروط 100%، ولكنها تجمع جمع مذكر سالم وتلحق به بالإعراب، تعرب كإعرابه. طيب كيف يعرب؟ نبدأ بإعراب المثنى وجمع المذكر السالم مع بعضهما. لنتذكر أولا، المثنى يثنى بالألف والنون والياء والنون طبعا، وجمع المذكر السالم يجمع بالواو والنون والياء والنون. إذن هناك شيء مشترك بين المثنى وبين جمع المذكر السالم، وهو الياء والنون. طبعا عندنا ثلاث حالات للإعراب: الرفع والنصب والجر. الرفع ندعها جانبا الآن، نأخذ النصب والجر. النصب العلامة الأصلية هي في النصب العلامة الأصلية هي الفتحة، والجر العلامة الأصلية هي الكسر. طيب ما هي الحروف الموجودة المشتركة بين الجمع المذكر السالم وبين المثنى؟ هي الياء. إذن لنقل أن الياء هي علامة النصب والجر في المثنى وفي جمع المذكر السالم. لنأخذ أمثلة على ذلك. نقول رأيت الطالبين ورأيت المعلمين. لاحظ رأيت الطالبين مثنى منصوب لأنه مفعول به، ورأيت المعلمين جمع مذكر سالم منصوب أيضا لأنه مفعول به. إذن تعالوا نعرب الكلمة الأولى، الطالبين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، إذن الياء علامة نصب. طيب رأيت المعلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم،
إذن علامة النصب هي الياء لجمع المذكر وللمثنى. طيب الجر، لنأخذ نفس المثال لنقول مررت بالطالبين ومررت بالمعلمين. بحرف جر، فالكلمة التي بعدها اسم مجرور، مررت بالطالبين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع، لأنه ماذا؟ عفوا، لأنه مثنى. طيب مررت بالمعلمين، ماذا نقول؟ اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن الآن جمع المذكر السالم والمثنى علامة جرهما ونصبهما الياء. إذن إذا أردنا أن نستخدم أو نقول جمع مذكر سالم أو مثنى، فإننا نختار الياء أكثر لأنها علامة حالتين من الإعراب، النصب والجر. أما الرفع بقي له ماذا؟ ماذا بقي له في المثنى؟ المثنى قلنا بالياء والألف، الياء ذهبت للنصب والجر، ماذا بقي للرفع؟ بقي الألف. إذن الألف في المثنى هي علامة رفع. طيب جمع المذكر السالم ماذا بقي منه؟ بقي الواو، وهي الواو تشبه الضمة أصلا، يعني لو قلنا مسلم نحولها إلى جمع المذكر السالم نقول مسلمون. إذن الواو هي علامة رفع لأنها تشبه الضمة، لكن المثنى لا يمكن به ذلك لأن لا يوجد به واو، لو كان به واو لصار جمع مذكر سالم. إذن علامة الرفع في المثنى الألف، في جمع المذكر السالم الواو. لو قلنا انتصر المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب نجح الطالبان، الطالبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه جمع مذكر، عفوا لأنه مثنى، لأنه مثنى. طيب الآن عندنا مفرد ومثنى وجمع مذكر سالم وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هل تتغير حركاته في مواضع الإعراب؟ لنجرب. لو نقول نجحت الطالبات، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لا يتغير. مررت بالطالبات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، لا يوجد، هو جمع مؤنث سالم. طيب في حالة النصب يجب أن ننتبه، لأن جمع المؤنث السالم لا يقبل الفتحة علامة نصب. لنقول خلق الله السماوات، خلق الله السماوات. طبعا هي هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه ليس الفتحة إنما الكسرة عوضا عن الفتحة لأنها جمع مؤنث سالم. إذا فقط جمع المؤنث السالم في حالة واحدة ننتبه إليها، وهي حالة النصب، حالة المفعول به يكون منصوبا بالكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. انتهينا من جمع السالم المذكر السالم والمؤنث السالم، بقي عندنا الآن جمع التكسير. جمع التكسير له صيغ عديدة، له صيغ قلة وله صيغ كثرة. من صيغ القلة مثلا على سبيل المثال أقمصة على وزن أفعلة، أقمص على وزن أفعل، وفتية. وأيضا هناك بعض الصيغ هي قليلة جدا، ولكن الأكثر هي جمع كثرة. مثلا لو قلنا هناك صيغة منتهى الجموع من صيغ الكثرة على تكون فيها ألف وبعده حرفان، مثلا مساجد، أو ألف وبعده ثلاثة حروف الوسط ساكن. لو قلنا مصباح جمعها مصابيح. طبعا جمع المذكر، جمع التكسير لا تغير حالات الإعراب إلا إذا كان ممنوعا من الصرف، مثل صيغة منتهى الجموع، هذه نأخذها في باب الممنوع من الصرف. أما بالعموم جمع التكسير يعرب إعراب المفرد، مثلا نقول جاء أقوام مثلا، أو جاء رجال، رأيت رجالا، مررت برجال. لاحظ الرفع بالضمة، النصب بالفتحة، الجر بالكسر، لا يتغير. طبعا الآن انتهينا من المفرد مثنى جمع المذكر السالم والمؤنث السالم وجمع التكسير، وفيه قلة وكثرة، ومن الكثرة منتهى الجموع. طبعا القلة من 3 إلى 10 والكثرة فوق 10. الآن بقي لدينا اسم الجمع واسم الجنس، سنفردها في المقطع اللاحق إن شاء الله، ونراجع هذه الجموع ونتحدث عن اسم الجمع واسم الجنس وجمع الجمع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.